أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديك. أوكي، أهلا بكم. النهاردة موضوعنا مع إحنا هنا في نهاية كتاب الأرواح، في 9 تعليقات، ده التعليق رقم 4، وهيكلمنا عن قانون العدالة والمحبة والإحسان. طبعا أنا عملت حلقة مخصوصة على قانون العدالة والمحبة والإحسان، هو الفصل العاشر من كتاب الأرواح، لكن النهاردة مجرد ملخص كده يتوقف ارتقاء البشرية على مبدأ واحد، وهو تطبيق قانون العدالة والمحبة والإحسان. خد بالك احنا هنا بنبتدي نفكر كبشر يعني في كل حاجة منفصلة عن الأخرى، يعني قانون العدالة، قانون المحبة، قانون الإحسان، لكن القانون ده هو قانون مركب، يعني ما ينفعش تطبق فقط العدالة وتترك المحبة والإحسان، ما ينفعش تطبق فقط المحبة وتسيب العدالة والإحسان، ما ينفعش فقط تعمل إحسان بدون عدالة وبدون محبة، التلاتة قانون واحد. المحبة الخالق عز وجل، الله محبة، والعدالة زي ما تكون اليد اليسرى، والإحسان اليد اليمنى، اليد اليمنى الإحسان، يد اليسرى العدالة، والمحبة في المنتصف. بهذا، عن طريق هذه المفهوم، أنت هتبتدي بقى ما تقعدش تسأل طيب وهتلر ومش عارف مين، وتجيب لي أي أمثلة لناس عملت أشياء غير أشياء رهيبة جدا بالنسبة لنا وغير عادلة، وسبب مشاكل لناس كتير وأذى ناس كتير. ولما نيجي نقول لك إن هذا الشخص لن يحكم عليه بالحرق إلى الأبد، في ناس بتزعل مننا، يقول لك إزاي والعدالة؟ ليه؟ لأنه بياخد العدالة بمفهوم البشرية، وبياخد العدالة كقانون وحيد. لكن هو لو فهم العدالة كجزء من قانون العدالة والمحبة والإحسان، وإن المحبة هي اللي تسود، واخد بالك، واليد اليمنى هي يد الإحسان، ويد اليسرى هي يد العدالة، والمحبة هي الأساس في الموضوع. ده القانون اللي يسوع المسيح اتكلم عنه، ده قانون في مفهوم الروحاني لمعظم الديانات في العالم، واخد بالك، لكن احنا كبشر بننحرف عن هذا الموضوع. فالنهاردة كتاب الأرواح بيقول لك الآتي: البشر لن تتقدم، كوكب الأرض لن يتقدم إلا إذا طبق هذا القانون، قانون واحد، عدالة محبة والإحسان.
اوكي، قانون واحد لو احنا طبقناه على كوكب الارض انتهى الموضوع. واخد بالك انت؟ واخد بالك العداله هي ايه؟ اعطاء كل واحد حقه. نا شوف بقى ايه الملخص لكتاب الارواح وفي الرقم 4 ونعلق عليه، اوكي؟ ده في نهايه كتاب الارواح اسمها الخاتمه، التعليق 4. يتوقف ارتقاء البشريه على مبدا واحد وهو تطبيق سنه العداله والمحبه والاحسان. هنا دايما يسمي القانون سنه، هي سنه قانون نفس الشيء يعني. تتاسس هذه السنه على اليقين بالمستقبل، فاذا ازلنا هذا اليقين نزيل ركنها الاساسي. خليني اشرح الحته دي. مهم جدا جدا ان الارواحيه بالتاكيد بالاتصالات الروحانيه بالابحاث بالفلسفه بابحاث كثيره جدا جدا يعني النهارده تؤكد بما لا مفيش داعي اي فجوه للشك ان الانسان والحيوان كل الكائنات بتستمر بعد الموت، يعني بعد موت الجسد بتفترق عن الجسد وبيستمر الكائن كائن فلما بيجي لي واحد موحد ويقول لي اثبت لي وجود الله، اقول له اول حاجه انا مش هثبت لك حاجه، انت تثبت لنفسك. انا ممكن اوريلك منين تبدا البحث، ولو انت سنسير، لو انت عندك يعني سنسير يعني لو انت امين مع نفسك صادق مع نفسك تبتدي تبحث بدون ايه ما تقعد في دماغك اي اشياء تانية. واخد بالك؟ زي برضو المؤمن لما بيحب يبحث عن شيء ابحث برضو بدون ما تاخد موقف من الاشياء. عايز تبحث في الارواحية ابحث بدون ما تحكم على الارواحية. عايز تبحث في الديانات الاخرى ابحث بدون ما تحكم على الديانات الاخرى. والشخص اللي هو لا يصدق في وجود اله لو عايز يبحث يبحث برضو ايه بضمير خالص كده علشان يقدر يصل الى شيء. فالارواحيه بتؤكد على وجود حياه بعد الموت، على وجود ما يسمى بثواب وعقاب او عواقب عن طريق ما يسمى بالكارما، مفهوم في الشرقي اللي هو الكارما، واحنا بنسميه قانون الايه؟ السبب والنتيجة. قانون السبب والنتيجة، كل ما انت بتعمل شيء يترتب عليها شيء، اللي هو ايه؟ كل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له بالاتجاه. لو انت ازلت هذا التأكيد ان في حياة بعد الموت وقع كل شيء، لا داعي لمحبة ولا إحسان، وقال على إيه بقى؟ يبقى في أنانية واستخدم بقى الحياة بالطريقة اللي أنت عايزها، لأن خلاص بعد الموت هيبقى في عدم، واخد بالك؟ ولذلك شوف هنقرا بقى مع بعض تاني، دلوقتي أنت هتفهم الباراجراف. بيقول إيه بقى إيه؟ يتوقف ارتقاء البشرية على مبدأ واحد وهو تطبيق سنة العدالة والمحبة والإحسان. لأن قلنا قانون واحد مركب، تتأسس هذه السنة على اليقين بالمستقبل، مستقبل البشر، مستقبل الكائنات بعد الموت، إن إحنا أكيد إحنا بنستمر على قيد الحياة. فإذا أزلنا هذا اليقين يبقى في الواحد يقول لك هنذهب إلى العدم، نزيل ركنها الأساسي، يبقى لا داعي لايه تفكر انت ليه تتحسن، ليه ترتقي، ليه تحب، ليه تعدل، انت عايش حياه واحده بقى ما فيهاش اي ايه، ما بتخططش للمستقبل. انا اقصد المستقبل بعد الموت، بعد موت الجسد. ومن هذه السنه تشتق كافه السنن الاخرى لانها تحتوي على جميع الشروط اللازمه لسعاده الانسان، فهي التي تستطيع فقط شفاء عاهات المجتمع، ويستطيع الإنسان أن يلاحظ بمقارنته
العصور والشعوب وكيف تحسنت حالتهم بقدر ما يتحسن فهمه لهذه السنة ويتحسن تطبيقها. أنا عايز أخدكم على ترجمة من كتاب الأرواح باللغة الإيه؟ كانت بالبرتغالي وأنا ترجمتها للغة العربية. نشوف الترجمة طلعت إزاي. إن تقدم البشرية يبدأ في تطبيق قانون العدل والمحبة والإحسان، وهو القانون الذي يقوم على اليقين بالمستقبل. تخلص من هذا اليقين، تخلص من هذا اليقين إن مفيش مستقبل، وسوف تزيل حجر الأساس. ومن هذا القانون تستمد كل القوانين الأخرى، كل القوانين الأخلاقية بتستمد من القانون ده، ده هو قانون العدل والمحبة والإحسان، لأنها تحتوي على جميع شروط سعادة الإنسان. بدون العدل والمحبة والإحسان في المجتمع لن يعيش الإنسان سعيد. هي وحدها القادرة على شفاء جراح المجتمع. أوكي، ونرجع لكتاب الأرواح، بوريكم بس الفرق بين ترجمة وأخرى. يعني إذن آسف طبعا، إحنا هنا عندنا برد جامد جدا دلوقتي، أنا عندي 17 درجة مئوية عكسوك. يعني صديق ليا في فلوريدا النهاردة بيقول لي إن عندهم 40 درجة، عايش هو في الاير كونديشن وكده، وأنا عندي اير كونديشن طبيعي أهو 17 درجة مئوية. أوكي، قانون العدل، العدالة والإحسان ده والأرواحية بتؤكد وجود حياة بعد موت الجسد. إذن إحنا لازم نخطط لحياتنا القادمة بعد ما هذا الإيه الموت. لو إحنا فهمنا القانون، لو إحنا فهمنا القانون العام إزاي الكون ده بيعمل وإيه المطلوب مننا وليه إحنا موجودين على كوكب الأرض، إيه الهدف، هنبتدي نلعب اللعبة صح. واخد بالك، لو أنت بتلعب كرة قدم ومش عارف القواعد، مش عارف مين الجول، مين الفريق، مين الفريق التاني، ايه وظيفة الحكم، ومش فاهم، بتحسب ان كل ده فوضى، مجرد فوضى، وانت داخل ما تعرفش مبادئ اللعبة. لو انت مثلا ما تعرفش تلعب بيسبول اللي هي اللعبة الامريكية دي اللي بيضربوا بالعصاية دي، لو انت مش فاهم قواعد اللعبة هتقعد متباع مش فاهم حاجة، هتقعد سرحان وخلاص. واخد بالك، لو دخلوك تلعب بتبقى مش عارف همسك العصايه ولا هضرب ولا هجري فين ولا هروح فين، ما عندكش فكره عن الموضوع. ولذلك الارواحيه بتوضح الموضوع ده. طبعا كل الديانات بتقول لك في حياه بعد الموت بطريقه او باخرى، او حياه برزخ وواحد هينام وبعدين هيجي يوم قيامه وتتحاسب وتروح جنه ونار. دي الطريقه الايه الغليظة، أو نقول لك إزاي البروتو اللي هي فاتتني الكلمة بصراحة يعني بطريقة سي حجرية كده، يعني بيدي لك الهايلايت إن في مكافأة، في ثواب، في عقاب، في موت، في حياة مرة أخرى. أوكي، وبعدين في تفاصيل بقى بتأتي بيها كل ديانة بطريقتها، لكن هنا في بحث مع عالم الروح نفسها، الناس اللي توفت نفسها وابتدت تيجي المعلومات دي من عالم الروح، فبتفرق جامد. واحد بيتكلم بطريقة نظرية غير الطريقة دي العملية، فمن هنا بتقدر انت تخطط للمستقبل. هذا القانون بيستطيع شفاء جراح أو عاهات المجتمع، ويستطيع الإنسان أن يلاحظ بمقارنة الإيه العصور والشعوب وكيف تحسنت حالتهم بقدر ما يتحسن فهمه لهذه السنة ويتحسن تطبيقها. طبعا هيقول لك دلوقتي إن إحنا بعيد جدا جدا عن، أنا آسف ما عملت الشير سكرين،
الشعوب بتتحسن، وزي ما انت شفت بقى عندنا دلوقتي حقوق الانسان، وثيقة حقوق الانسان، منظمة مش عارف ايه العالمية، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد العربي، كل الاتحادات دي والحاجات دي تبتدي الشعوب بدل ما كانت في معارك دائمة ابتدت تتحد مع بعض، فيدراليات، واخد بالك؟ يعني لعلمك في البرازيل هنا من 150 سنة اعتقد ان هم قتلوا نص شعب الباراغواي، عشان تبقى فاهم يعني مش فقط عندنا في العالم العربي، برضه الناس هنا، ان كل الناس في العالم كله متوحشين لدرجة انهم دخلوا قتلوا نص الشعب، قتل 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 وحرق ونهب، واخد بالك؟ هنا في البرازيل، واخد بالك، الناس كلهم جايين معظمهم اوروبيين، موتوا كتير من هنود برضه، واستعبدوا ناس، وجابوا ناس من افريقيا واستعبدوهم. حصلت هنا مجازر ومشاكل خلال عقود كتيرة جدا، لحد ما ابتدى من 150 سنة، 140 سنة، 130 سنة، ابتدت بقى تحرير العبيد ومش عارف ايه، وبعدين ابتدت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، واليونايتد نيشن اللي هي الأمم المتحدة، ووثيقة حقوق الإنسان، وهكذا. احنا بنتقدم ببغض علمك، احنا لسه قدامنا كتير. والأرواحية هنا علين كارداك والمنظومة اللي هو جابها والمعلومات اللي جابها من عالم الروح هتساهم كتير جدا جدا في تطور البشرية، ونشوف دي بقى مع بعض. ويستطيع الإنسان يلاحظ بمقارنة العصور، العصور المتعاقبة، يستطيع، أنا هنا في الحتة دي هو، يستطيع الإنسان أن يلاحظ بمقارنته العصور والشعوب وكيف تحسنت حالتهم بقدر ما يتحسن فهمهم لهذه السنة ويتحسن تطبيقها. يبقى أحسن حاجة تفهمها إزاي تتعامل مع كل الشعوب بطريقة ودية، وتقدر تتعايش بسلام، بمحبة، بعدل، زي ما احنا بنقول السلام القائم على العدل. كل المنظومة الأخلاقية بتأتي من هذا القانون، ولدى تطبيقه، ولدى تطبيق هذا القانون إياها تطبيقا جزئيا وناقصا، تتحسن حالته تحسنا محسوسا. فكم إذن سيكون التحسن حينما يتخذها الإنسان أساسا لجميع مؤسساته الاجتماعية؟ طبعا احنا بنجيب لكم الخلاصة، الزتونة هي دي. لو احنا طبقنا هذا القانون على كوكب الارض هيتحسن بطريقة كبيرة جدا. غير كده احنا بنعمل قوانين حقوق الانسان، لكن ما مش هتلاقي في قوانين حقوق الانسان المحبة الاحسان، مش هتلاقي ده، يقول لك حقوق الطفل ومش عارف ايه، ورعاية الطفل ورعاية كده، وحقوق الاسير، لكن لا يضع القانون اللي هو الاصلي، العدالة، المحبة والاحسان. هتلاقيك بتعامل الاسير مش مجرد تحطه في السجن وخلاص، لكن انت ممكن تعامل الاسير ده بطريقة حسنة جدا، بتحسن عليه، بتعامله بلطف، وتقدر حتى ترسله لبلده، واخد بالك، تبتدي تتكلم مع البلد الاخرى، ما بتمنعه الحرب دي من اساسها بهذا الشكل. يعني لسه المفهوم ده لسه ما دخلش دماغنا، ولذلك تلاقي روسيا عايزه اوكرانيا وعايزه تعتدي هناك وتاخد اكتر، ليه؟ عندهم بترول وعندهم كذا وعندهم قمح وعندهم صويا، وعايزين يستولي عشان هو يبقى غني ومرتاح على حساب الاخرين. كل ده اسرائيل، ولما بتيجي تحتل كل ده عايزه البلد، عايزه تحتل، عايزه تاخد. امريكا بتساعدها مش عشان سواد عيونهم، لانهم عايزين بترول المنطقه. لسه عندنا انانيه، لسه ما وصلناش لقانون العداله والمحبه والاحسان. نكمل. فبيقول لك احنا ابتدينا نطبق القانون ده جزئيا وتحسننا كتير، فما بالك بقى لو احنا طبقناه بشكل كامل. يعني
تتحسن حالته تحسنا محسوسا، فكم إذا سيكون التحسن حينما يتخذها الإنسان أساسا لجميع مؤسساته الاجتماعية؟ هل هذا ممكن؟ بلا شك ممكن، ممكن نتفق مع بعض وأكيد هيبقى ممكن، إذ ما دام الإنسان قد خطأ 10 خطوات وهو يستطيع أن يخطئ 20 خطوة. إحنا لو إحنا خاطئين 10 خطوات نحو السلام ونحو المحبة ونحو التعاون، تخيل بقى المنظر، ممكن نخطئ 20 30 40، نتخلص من الأسلحة النووية والأسلحة الدمار الشامل، نبتدي يبقى في تعامل تجاري، ننتج مواد غذائية بدل أسلحة، نعمل وظائف عشان تنتهي السرقة والمخدرات والحاجات دي كلها، يبتدي في نظام تعليمي جميل نضمن مستقبل الشباب. في حاجات كتيرة لسه البشر مش قادرين يفهموا ازاي يعيشوا على كوكب الأرض، بيتخبطوا لسه، لكن مفيش شك ان احنا هنواصل. يعني بلا شك ان ممكن، اذ ما دام الانسان خطأ 10 خطوات فهو يستطيع ان يخطو 20 خطوة، وهلم جرة 30 40 50. من ثم من الممكن تقدير المستقبل بالنظر الى الماضي. واحنا شفنا الماضي بقى والشعوب كانت كلها بتاكل بعض ويضرب ويقتل ويذبح ويخشر، النهارده اتقدمنا كتير جدا. يعني انت تخيل بقى المستقبل، دايما هنتحسن لعلمك، لان القانون الالهي هو قانون التقدم. لن تحدث حرب عالميه ثالثه، لان الناس عارفه ايه مصيرها. امريكا عارفه لو ضربت قنابل الصين هتضربها، روسيا، الاوروبيين هيضربوا، الكورية مش عارف ايه، هيدمر الكوكب. بقول لك طب ليه؟ غباء يعني، دمار على الكل يعني. لقد بدأنا نرى التنافر يزول بين الشعوب شيئا فشيئا، والحواجز التي كانت تفصلهم تهبط أمام المدنية، أمام الحضارة، ويتصافحون من طرف المسكونة إلى الآخر. نرى اليوم عدالة أكبر مما كانت من قبل في القوانين الدولية. صارت الحروب تقل يوما بعد يوم ولا تخلو من الطابع الإنساني. يعني حتى لو تيجي دولة تستخدم سلاح كيماوي، سلاح مجنون كده، تلاقي كل الدول الأخرى ضدها. يعني تستقر المساواة في العلاقات وتزول الفوارق بين الأجناس والطوائف. بقاش فيه صراع الطوائف ده، الناس بتجربوا على فكرة. يعني مثلا تلاقي العراق في وقت من الأوقات كانت صراع طوائف، هيجي وقت من الأوقات النهاردة أعتقد إن هم وصلوا أنت في مكانك وأنا في مكاني والسلام عليكم، لازم نتعايش كلنا عراقيين، مش لازم بقى نفصل عن طريق العرق وعن طريق الفصيلة وعن طريق التشعب الديني، او عن مثلا ده كردي، ده ازيدي، ده تركي، ده مش عارف ايه. كلنا انسان اتولدنا في المكان ده مكاننا، ونتعايش مع بعض في سلام وفي محبه. التفرقه العنصريه هي من اخطر الاشياء، وتدل على تخلف البشر. ايضا لو انت مثلا سني وتشتم اللي هو الشيعي والشيعي يشتم السني، يدل على تخلف الاثنين متخلفين. لما يصلوا الى مفهوم العداله والمحبه والاحسان، هتلاقيه يعامل صديقه، لو انا كنت اتولدت مكانه كنت هبقى زيه، وهو اتولد مكاني كان يبقى زيي. مفيش حد احسن من حد، مجرد مكان انت اتولدت فيه، عائله انت اتولدت فيها. تستقر المساواة في العلاقات وتزول الفوارق بين الأجناس. تستقر المساواة في العلاقات وتزول الفوارق بين الأجناس والطوائف، والذين تختلف عقائدهم
يبتعدون عن أفكار التعصب الطائفي اللي مودينا في داهية ده، والذين تختلف عقائدهم يبتعدون عن أفكار التعصب الطائفي ليختلطوا سويا في عبادة الله الواحد. انت بتعبد الله وانا بنعبد الله بطريقتي وبطريقتك، احنا الاثنين بنتبارى على حب الله سبحانه وتعالى، فما فيش داعي ان انا نتخانق ولا اروح لك احرق مسجدك وتيجي تحرق لي المعبد، ولا اروح احرق لك الكنيسة والغباء ده. نقصد هنا الشعوب الذين يسيرون في طليعة المدنية، الناس بقى الحضارة التقدم المدنية civilization. ومع جميع هذه الاعتبارات لم تزل الحال بعيدة عن الإتقان، بعيدة عن الكمال. احنا لسه بعيدين عن الكمال، لكن الحمد لله ده احنا ايه بنتقدم يعني. ولم تزل بعد أطلال عديدة ينبغي هدمها، رأي السماء تزول آخر آثار الهمجية. شوف بقى الكلمة دي ايه، الهمجية. فكل ما انت بتلاقي نفسك بتشتم أصحاب طائفة معينة من الدين، يبقى انت في حالة همجية. بتبتدي تسب واحد خرج من الدين، انت في حالة همجية. عايز تعتدي على شخص لانه بيخالفك في العقيدة، يبقى همجية. عايز تعتدي على بلد عشان طمعان في ثروتها، همجية. انت واخد بالك؟ فاحنا دلوقتي فاضل اشياء كتيرة نهدها علشان نخرج من مرحلة الايه الهمجية. ولكن هل تستطيع، احنا هنا ماشي، ولكن هل تستطيع هذه الاطلال ان تصمد لقدرة الارتقاء الساحقة ولهذه القوة الحية التي هي ذاتها سنة الطبيعة؟ ده قطر ماشي هيفرم، انت لازم تبقى متحضر مش بمزاجك يعني. شو الأطلال دي، هل هتستطيع تصمد أمام الارتقاء الساحق؟ لا يمكن. العلم، الإنترنت، التكنولوجيا، ناس كلها بتكلم مع بعض، انتوا شايفيني أنا شايفكم، وأنا في بلد وأنتوا في بلد. ولهذه القوة الحية التي هي ذاتها سنة الطبيعة، ده قانون الطبيعة، لازم نتقدم غصب عنك هتتقدم. الجيل الحاضر هو أكثر تقدما من الجيل السابق أكيد، فما يمنع الجيل القادم أن يكون أكثر تقدما من جيلنا، من الجيل الحالي؟ سيكون الجيل القادم أرقى بحكم الأشياء غصب عنك. أولا لأنه مع زوال الأجيال يوما بعد يوم يزول بعض محامي العادات السيئة القديمة. في ناس بيقول لك ايه، نسيت انا الكلمة، بيحامي عن الاشياء القديمة. يعني مثلا ممكن عندنا في الدين الاسلامي تلاقي في شيوخ لسه بيدافع عن الجازية. ناخد الجازية من المسيحيين اليهود، احنا كان زماننا بين اغنياء، الحويني والزغبي والحاجات دي، الناس دي المحاميين اللي مين بيقول عليهم محاميين التناحة، مصممين على الرجعية، على الظروف القديمة، على الشعوب القديمة. الشعوب القديمة كانت كده، كان يعني هو ده القانون كان سائد، هولاك ومش عارف مين والتتار والهكسوس احنا بنسمع الكلام ده في التاريخ يعني. كل الناس كانت بتعتدي. فالنهاردة في ناس لسه في دماغها عايز يرجع ليه الفترة القديمة دي ويبتدي يعتدي على الآخرين، لأن هو ده اللي هيكسب وياخد ويعمل نخاسة. يا عم الحاج ده خالص، العبودية انتهت، مش هتجيلي تقول لي أنا عندي عبد وعندي عبدة وعندي ودي من حقي وملكة اليمين، ده انتهى، اصحى فوق.
فوق مفيش الكلام ده. لكن في المحامين دول هيموتوا ما تقلقش يعني. يزول بعض محامي العادات السيئة القديمة. بين علي ضغطت على حاجة غلط تمام. وهكذا يتجدد المجتمع رويدا رويدا. بالعقول المتحجرة دي هتمشي. والناس الجديدة زي ما انت شايف بيبقى لهم افكار جديدة. الشباب الجديد لهم افكار غير الناس دي. الا اذا كان اتربى في مدرسته. لسه عندنا يعني محامين التناحة دول. وهكذا يتجدد المجتمع رويدا رويدا بعناصر جديدة. تحررت من الافكار الباطلة القديمة. ثانيا لان الانسان لكونه يريد الارتقاء يبحث عن العراقيل التي تعوقه ويسعى لإزالتها. وما أن السير يعني كلنا لاحظ كل ما تحصل مشاكل في المجتمع هتلاقي الإنسان بطبيعته بقدرته العقلية اللي ربنا ادهاله هيدور إيه سبب المشاكل دي، إيه سبب مشاكل المجتمع، ويبتدي يحاول حلها. واخد بالك؟ يعني مثلا انا مرة قلت في فيديو كنت عايز اكمل يعني ان سبب الشعوب بتاعتنا ان هي شعوب عايشة في عملية فقر هو ضعف المرتبات. كل ما انت بتدفع مرتبات ضعيفة جدا كل ما الشعب هيبقى فقير، محتاج اعانة من الدولة في الدواء في العلم في كل شيء. واخد بالك؟ لكن حاجة في أمريكا غالية والعلم غالي بس بياخد $4,000 في الشهر بيقدر يدفع وهو بيضحك كمان. واخد بالك؟ احنا عيبنا احنا في مصر مثلا ان بكام انت بتاخد كام؟ $100 $120 في الشهر حد الأدنى للأجور، وفي معاشات بياخدوا $50 في الشهر. يبقى هيتقدم ازاي ده؟ الحد الأدنى للأجور لازم يكون على الأقل $1,000. هنا في البرازيل برضه حد أدنى للأجور $300 حتى أقل دلوقتي لأن الدولار بقى فيه تضخم. يمكن هنا $270 ولا حاجة حد أدنى للأجور. يبقى مش تمام، الناس بتجري ورا أكل عيشها وتعبانين ويستلف ويعمل الحاجات دي كلها. فسبب الدول الغنية غنية إن هي بتدفع مرتبات قوية. واحنا محتاجين نفكر فيها دي، ندفع مرتبات قوية للناس وبناء عليها تبقى حصيلة الضرائب قوية، تبقى الخدمات احسن، الناس هتقدر تشتري الاكل بتاعها بسهولة، تقدر تعيش بسهولة، تقدر تدفع التعليم بسهولة، تعمل كورسات، تتقدم، تبني بيت، الحاجات دي كلها. لكن لما انت تجيب شاب وتديله $100 في الشهر عمره ما هيتقدم، عمره ما هيتجوز، عمره ما هيعمل حاجة، هيعيش فيه في حالة من التعاسة. فأكبر شيء معطل مصر ومعطل أفريقيا دي كلها هو الحد الأدنى للأجور. وما تقوليش بقى أن أوروبا بتملي عليك، أمريكا بتملي عليك، البنك الدولي بيملي عليك. أنت نظم نفسك وادفع إيجار كويس، ادفع كويس. بس السلع هترتفع. ما ترتفع يا أخي. أنت لو رحت لأمريكا شوف أنت بتاخد في الساعة مثلا $20 بتروح تجيب كيلو لحمة $7 بتبقى بتضحك يعني. اشتغلت ساعة اشتري بيها 3 كيلو لحمة. فعندنا مشاكل كبيرة. لازم احنا نبتدي ننتبه لدي. فالانسان بطبيعته هيبحث عن المعوقات دي ويبتدي يزالها عشان المجتمع يعيش بقى مبقاش في سرقة أو نصب ورشوة والحاجات دي كلها لان الناس تعبانة. لأنه مع زوال الأجيال يوما بعد يوم يزول بعض محامي العادات السيئة القادمة. وهكذا يتجدد المجتمع رويدا رويدا بعناصر جديدة تحررت من الأفكار الباطلة القديمة. ثانيا لأن الإنسان لكونه يريد الارتقاء يبحث عن العراقيل التي تعوقه ويسعى لإزالتها. زي ما أنا بقول لك كده، إيه سبب فقرنا؟ مرتباتنا ضعيفة. لاحظي وعندي أنا حل يعني. بما أن السير الارتقاء لا جدال فيه، لازم نرتقي، فلا يمكن الشك بأن الارتقاء قادم.
الارتقاء ايه قادم. ما تجيش بقى تسمع ناس يقول لك لا هو جاي دايما يدي لك اخبار زفت. يجي لك يقول لك سنة 22 العالم هيتدمر مش عارف ايه، اول ما بدأت الجائحة يقول لك خلاص نص سكان العالم حريق شوية في الغابات، يقول لك خلاص والرئة بتاعتنا وهنموت. ناس قاعدة فقط تقول اخبار زفت. يعني انا اقول لك اخبار جميلة ان احنا في تقدم والعالم هيتحسن والامازون دي غير قابلة للحريق، بيتحرق فقط الورق والاشجار القديمه والحاجات دي اللي بتقع على الجذوع الشجر القديمه، لكن الغابه نفسها خضره غير قابله للحريق بالكامل، ما تخافش يعني. وايضا التنفس بتاعنا لا ياتي من الغابه، ياتي من طحالب البحر. افهم افهم ادرس وانت تفهم بدل ما تقعد تعيط وخلاص يعني. فلا يمكن الشك بان الارتقاء قادم. يرغب الإنسان بالسعادة لأن هذه الرغبة في طبيعته. الإنسان بيرغب في السعادة، عايز يبقى عنده رفاهية، عنده سعادة، فرحان. في حد عايز يبقى تعيس، حد عايز يعيش في حروب، ومن ثم يحاول أن يرتقي ليزيد سعادته. وإلا فإن الارتقاء لا يعني شيئا. عايز يرتقي ليه؟ عشان يزيد، عايز يتعلم ليه؟ عشان ياخد وظيفة أحسن أسهل، فلوس أكتر، يقدر يتفسح، يقدر يبني بيت، يقدر يعمل الأشياء دي. أوكي؟ ماذا يعني له الارتقاء إذا كان هذا الارتقاء لا يحسن حالته؟ لكنه حينما يحصل على كل التنعمات التي يحدثها ارتقاء الذكاء فسيكتشف أنه لم يحصل على السعادة الكاملة، وسيقر بأن هذه السعادة مستحيلة دون الأمن في العلاقات الاجتماعية، وإنه لن يجد هذا الأمن إلا في الارتقاء الخلقي الأدبي، الارتقاء الأخلاقي بحكم الأشياء. إذن سيدفع الارتقاء ذاته نحو هذا الاتجاه، وسيجد في المذهب الأرواحي أقوى معين ليحصل على هذا الغرض. فإذا يعني ده تقريبا المحاضرة كده خلصت يعني. أوكي؟ يعني بعد كده رقم 5 بس ايه، خلينا واحدة واحدة يعني. فموضوعنا النهاردة هو موضوع ايه؟ ازاي العالم ده يقدر يتقدم؟ لو احنا توصلنا لتطبيق هذا القانون البسيط اللي هو المحبة في الوسط، الخالق عز وجل هو نفسه محبة، الله محبة، اليد اليمين هي يد الايه؟ الإحسان، واليد اليسار هي يد العدالة. وبدون التلاتة دول مع بعض، عدالة ومحبة وإحسان، مش هيبقى فيه الإكليبر اللي احنا بنقول عليه الايه، التعادل، التوازن، مش هيبقى فيه توازن. فلازم يبقى فيه التلات حاجات دي. وانت لو تعاملت مع أولادك فقط بالعدالة، تجيب لهم هدوم زي بعض، يجي يكلمك امشي يلا ما تكلمنيش، ما فيش محبة. فبالك ما بتجيش تحبه كده وبتاوي الإحسان، شوف حد محتاج حاجة تبتدي تعمل شيء. يعني فقط تطبيق حاجة واحدة ما ينفعش الباقي. فبالك الله سبحانه وتعالى يقول لك محبة في الدين الإسلامي عندنا، يقول لك إيه؟ رحمته وسعت كل شيء. ومع ذلك يقول لك أودي الناس النار. ده إيه؟ في تناقض هنا. رحمته وسعت كل شيء، يعني رحمته وسعت كل شيء، يعني رحمة، يعني محبة أكثر من رحمة، عشان تبقى عارف. يعني لما واحد بيرحمك، أنت مثلا ملك ماشي، ويجي واحد عبد عندك ويبتدي يعمل شيء غلط، فبدل ما تقتله تقول له لا أنا هرحمك، روح لحال سبيلك، سيبوه، ادوله 20 جلدة بدل الأكل مثلا كده، بقى انت كده ترحمه، بتعاقبه وبتضربه وبتقول لك برحمه. لكن الخالق عز وجل عنده محبة، ومحبة كاملة، لأنه لو عنده عقاب بهذا الشكل ما بيبقاش محبة. يعني احنا بنفهم الخالق عز وجل بطريقة خاطئة، ولذلك بنلاقي جدال على الانترنت، على التيك توك وعلى كده، بيتنقل لليوتيوب
والناس دي مش فاهمه الخالق اساسا او لا يؤمن بيه، ولذلك بيبتدي يقول كلام بيجيب متناقضات من ديانات مختلفه او حتى من نفس الدين، وطبعا بيلاقي ان الصفه اللي بيقولها في صفه عكسيه، بيقول لك ازاي هو محبه طالما ان هو بيخلق الشر، طالما ان في شر ازاي كذا كذا كذا، وهو مش فاهم الايه، زي ما بقول لك انا مش فاهم اللعبه، مش فاهم قواعد اللعبه. لو انت فاهم واخد بالك زي ما احنا فاهمين هتفهم اللعبه بمنتهى السهوله، ان مفيش حاجه اسمها عقاب، لكن في حاجه اسمها عاقبه زي ما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت، يعني لكل فعل رد فعل مساو له في القوه ومضاد له في الاتجاه، واللي احنا بنزرعه بنجني. لكن ما تخافش، حتى مهما انت عملت اي شيء صعب، اي شيء مخالف شر، مهما انت قررت تعمل ربنا بيحبك كده كده، هتعيد السنه هتعاني و و و انت اللي جبته لنفسك، لكن في النهايه هتنقذ، مش هيسيبك تضيع، مش هيسيبك تضيع. زي ما يكون انت عندك ابن وابنه عاق وبيسب وبيشتم بيسرق حاجه بالبيت وبيعمل مخدرات وعايز المجنون وعضو فاسد في المجتمع، تلاقي بس ده يا ابني هحاول انقذه وحاول اديه مصحه وحاول اديه الدكتور. ليه؟ انت عندك الحب وهو ده اهم شيء. مهما عمل هذا الابن حتى لو حصل حاجه بتجيب له محامي بيدافع عنه، واخد بالك، مش بتاخده تخلص عليه. فربنا سبحانه وتعالى ولذلك يقول لك احنا ابناء الله، يحبنا زي ما كنا احنا بنحب ابنائنا. يعني لو انت نظرت الى الخالق بهذه الصوره هتبتدي انت نفسك تحبه، واخد بالك، تبتدي انت نفسك تحب ربنا، ما تبقاش مرعوب منه خايف منه، دارك دايما مش هتقعد انت ايه ترتعب من والدك، واول ما يدخل البيت تروح مستخبي، يبقى مبقاش والد ده، الوالد اللي انت بتحبه يا سلام هستقبله، ازيك يا بابا عامل ايه، ازيك يا اما، الحاجات الجميله دي. لكن لما بتبتدي تترعب يبقى ايه انت يبقى ما فيش محبه هنا، يبقى هو بيعاملك بس زي ما يكون بيعامل اي موبيليا، مش عايز اسمع صوتك، ما تجيش جنبي، روح نام، انا جاي تعبان من الشغل، ما تتكلمش معايا والحاجات دي. ما عندوش محبه، ما عندوش عدل، ما عندوش احسان، واخد بالك. لكن الخالق هو كامل من هذه الصفات ومالوش صفات عكسيه، لان لو انت عندك صفات عكسيه ما تبقاش الصفه الايجابيه دي. مثلا لو انا جيت قلت لك ان فلان الاستاذ عزيز ده راجل كده تحطه على الجرح يبرد، يعني راجل ممتاز، راجل حليم جدا، محب جدا، لطيف جدا، لكن بقى لو قامت في دماغه يبقى شران ويكسر اللي حواليه ويضرب وينتقم، ما تدروش على طرف، ما تجروش في ساعته الوحشة دي، يبقى مش حليم ولا لطيف ولا محب. يبقى هذه الصفة اللي انت قلتها لي في الاول دي الصفة التانية بتنفيها، واخد بالك، ونفي الإثبات نفي، يعني انت بتنفي الصفة بطريقة اسهل. لو انا جبت الثوب وقلت لك هذا الثوب ابيض ولو فيه بقعة سودة يبقى مش ابيض، واخد بالك، لو في بقع من اي لون تاني يبقى مش ابيض. فلما تيجي تديني انت منظر تقول لي ده كل اي حاجه، كل المحبه، بس لو انت غلط هياخدك ويرميك في النار ويعملك ويبدل جلدك ويشويك تاني، بس هو رحيم. انت اللي بتنفي السفر، ولذلك تلاقي الصراعات الشيوخ مع الولاد اللي هم بيبحثوا في المنطق دي ما مش هيخلص، الشيوخ مش هتخلص معاه، يعني الشيخ هيقول له هو كده، هو ربنا كده، هو كده ازاي، طب انت بتنفي عنه الصفه يبقى هو شرير. خد بالك، الناس دي يبقى عندها حق. اتمنى فعلا ان احنا في المرحله القادمه
نرتقي أكتر ونبتدي ننتبه إلى موضوع القانون ده. بارك العدل والمحبة والإحسان. مش هشرح القانون ليه؟ لأن عندي حلقة قديمة كنت أنا شرحت فيها هذا القانون بالتفصيل الممل، واخد بالك؟ لكن أنت عارفين إيه معنى المحبة والإحسان والمحبة والإحسان والعدل، يعني حب لأخيك ما تحب لنفسك. ده شيء يعني سهل جدا جدا، إن احنا القاعدة البسيطة دي الصغيرة دي أهم جدا من المعجزات. فأما بتقول لي آه المسيح شفى مش عارف مين، أنا ما شفتش. المعجزات دي مش هتفيدنا حاليا، اللي يفيدنا هو تطبيق قانون بسيط، واخد بالك، ويخلينا نتعايش مع بعض في سلام نستفيد بيه. لكن المعجزات دي أنا هستفيد إيه بيها؟ إلا لو في واحد النهاردة بيجي يعمل معجزات يخلي حد يشفى يمشي يبقى زي الفل، وأنا أعرف ناس عندها القدرة دي. أتمنى لكم كل خير، وأتمنى أن أنتوا بتعملوا فعلا اللايك. أنا ما طلبتش، أنا آسف بنسى موضوع اللايك، لما نيجي نطلب في الحلقة مرتين ثلاثة الناس فعلا بتعمل لايك. غير كده المشاهدات بتقل جدا جدا، واليوتيوب ما بيوزعش زي ما كان بيوزع أيام زمان، بيسيب اللي عايز يشوف يشوف. لو انت ابتديت ما تشوفش القناة مرتين انتهى الموضوع، مش هتظهر لك تاني. وانا لان مشاهد ايضا لليوتيوب وعارف ده، وفي ناس كتير راحت للتيك توك، يعني مش عارف، انا ما بحبش التيك توك. يعني يمكن نتكلم، لو انتوا تحبوا تعملوا مناقشات على التيك توك قولوا لي، يمكن نعمله مرة في الاسبوع ولا حاجة. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام سلام.